رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك العالمي الذي يمثل 23 دولة إفريقية جان كلود. وزير الشؤون الخارجية يقدم بيانا أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية حول قرارات فرض حالة الطوارئ وأيضا الانتخابات المقبلة. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من العاصمة جمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالقصر الرئاسي السي جان كلود المسؤول الإداري بالمجلس الإدارة لمجموعة البنك العالمي الذي يمثل 23 دولة إفريقية بينها تشاد. تفاصيل اللقاء مع رشاد حسن طه. في اليوم الرابع من زيارته للبلاد والتي التقى خلالها مع عدد من أعضاء الحكومة وشركاء البنك العالمي، بالإضافة إلى زيارته لبعض المشاريع التي يمولها البنك في إطار العمل المشترك بينه والبلاد، جاء السيد جان كلود شوتوانغ الإداري بمجلس الإدارة لمجموعة البنك العالمي الذي يمثل 23 دولة أفريقية من بينها تشاد. جاء إلى القصر الرئاسي للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو. اللقاء الذي جرى بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبران ومساعدي فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني، قدم فيه الإداري لفخامة رئيس الجمهورية امتنان مؤسستهم للشراكة المتميزة والتعاون الجيد بين البنك العالمي والحكومة التشادية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أوضح بأن التنمية المستدامة لا تكون إلا بالتعاون المشترك وأن تشاد جاهزة للتعاون مع البنك العالمي. وما أن خرج من اللقاء قال السيد جان كلود: طرحت لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو دور البنك في دعم مشاريع التنمية، كما بحثنا التقدم المحرز بين البنك وتشاد، وإن تشاد تشهد تقدما في تحسين حياة السكان وطرق دعم المشاريع وتحقيقها ليستفيد منها المواطن التشادي. ويشغل جان كلود هذا المنصب منذ العام 2018، وقد أجرى الإداري بالبنك العالمي عدة لقاءات سمحت له التعرف عن قرب للمشاريع التي يدعمها البنك العالمي بالبلاد. كما التقى رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالوفد الصيني الزائر للبلاد برئاسة لي شيانغ شينغ نائب رئيس الشركة الصينية للهندسة والبناء. تطرق اللقاء حول حصيلة عمل الفنيين وجدول العمل لانطلاقة عمل مشروع بناء مطار الجرماية الدولي. تقرير رشاد حسن طه للمرة الثانية. تشييد وبناء مطار جرماية الدولي حقيقة واقعية، وما يؤكد ذلك فإنه وبعد 24 ساعة فقط من اللقاء التمهيدي الذي ترأسه وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية، والذي سمح للفنيين العمل على تقديم جدول لبدء العمل وعليه، فقد جاء الوفد الصيني الذي يترأسه ليو تشينغ نائب رئيس الشركة الصينية للهندسة والبناء والتشييد، يأتي للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو رفقة الوزراء المعنيين كوزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير الطيران المدني والإرصاد الجوي ووزير البنية التحتية والنقل. لقاء أكد فيه المعنيين بأنه قد تم خلاله تقديم حصيلة عمل الفنيين وجدول العمل وانطلاقة المشروع لفخامة رئيس الجمهورية. ناقشنا وأنتنا للتكنيسيان عشان يخرموا كيف نعمل المطار، نبدأ المطار شنو في البداية نفتش المعدمات وكل شيء، والتكنيسيان خرموا واتفقوا اتفاقية التكنيسيان أنت وقت محدود عشان كيف يكمل اللي يبدو المطار الجرمية. عشان كده جينا نقول ورينا رئيس نبدو المطار والمطار وكيف الأمور الماشية في البروغرام، عشان ده جينا ورينا رئيس ورئيس موجود في الخير معنا، عشان قال لنا سنقو نخدمه وإن شاء الله ممكن نعرفون هنا الجرمية الرئيس دولة الدولة ممكن يمر من تراب إن شاء الله. بدوره أكد ليو شينغ نائب رئيس الشركة الصينية للهندسة والبناء والتشييد بأنهم جاهزون لبدء هذا المشروع وحسب ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال.
هذا اللقاء الذي حضره معاون فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتو في الأمانة العامة والمكتب المدني أبدى فيه الوفد الصيني عن ارتياح للعمل في جد وتشييد هذا المطار الدولي في الوقت الذي حدده جدول الحمل. إليكم قراءة هذين البرقيتين، برقية تازية لرئيس الجمهورية إثر وفاة الرئيس التشادي الأسبق لول محمد شوا، فإن حاكم ولاية والداي رمضان إردبو يتقدم باسمه وباسم سكان الولاية بأحر التعازي القلبية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وأسرة الفقيدة. كما أيضا برقية تعزية من سفارة تشاد في الجزائر وتونس بقلوب راضية بقلوب يملأها الحزن والأسى وراضية بقضاء الله وقدر تلقينا بوفاة الرئيس الأسبق لول محمد شوا عن عمر يناهز 80 عاما في 15 من سبتمبر 2019، وإن الفقيد قد تهم في تنمية الديمقراطية في بلادنا وقد فرض شخصيته كرئيس دولة سابق ورئيس حزب سياسي ونائب برلماني وله خبرة واسعة في الحياة السياسية، لذا نتقدم إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والشعب التشادي وإلى أسرة الفقيد بأحر التعازي القلبية توقيع السفير مختار ودهب. برقية شكر وإرفان لرئيس الجمهورية، تتقدم أسرة وأبناء الرئيس التشادي الأسبق الفقيد لول محمد شوا تتقدم من أعماق قلوبها بفائق الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مساعدة الكبيرة في تأبين وفاة والدهم العزيز، ويسألون الله أن يضع ذلك في ميزان حسناتي. باسم الأعلى توقيع إبراهيم لولا. قدم عصر اليوم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين بيانا أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية حول قرارات الحكومة التشادية المتعلقة بفرض حالة الطوارئ في بعض ولايات البلاد، مؤكدا لهم بأن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد موافقة البرلمان التشادي. نتابع ما جاء في حديث وزير الشؤون الخارجية. كم Le gouvernement de la République du Tchad, face à des graves conflits intercommunautaires, كما تعلمون فإن حكومة جمهورية تشاد في مواجهة النزاعات المجتمعية الخطيرة التي قوضت التماسك الوطني والعيش المشترك اضطرت إلى فرض حالة الطوارئ في مقاطعتي والداي وسيلة في الشرق ومقاطعة تيبستي في شمال البلاد، فهذا الإجراء الذي حظي بموافقة وشبه إجماع ومدد من جانب الجمعية الوطنية بدأ بالفعل يؤتي ثماره، وبالفعل فقد قرر معظم السكان المدنيين في المناطق المعنية تسليم الأسلحة التي يحملونها بشكل غير قانوني إلى السلطات المحلية وتعهدوا بالعيش في سلام، ويستمر جمع الأسلحة من قبل قوات الدفاع والأمن مع احترام النصوص التي تحدد حالة الطوارئ على عكس المزاعم المغرضة التي يتم نقلها عن قصد. فكما ترون فإن فرض حالة الطوارئ في المقاطعات يعود من ناحية إلى رغبة الحكومة في تعزيز السلام والأمن والتعايش السلمي بين سكان المناطق الحدودية، ومن ناحية أخرى إلى الرغبة في مكافحة التهديد الإرهابي والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر العابر للحدود. تلتزم الحكومة أمام الجمعية الوطنية بإجراء عمليات أمنية في المناطق المتأثرة بحالة الطوارئ، وذلك في إطار قانوني صارم. إن حالة الطوارئ ليست مرادفة لانتهاكات حقوق الإنسان، بل هي حالة استثنائية تفرض قيوداً على الحرية يحددها القانون، كما أنه تخضع قوات الدفاع والأمن المنتشرة لهذا الغرض لإشراف صارم من قبل السلطات الإدارية في المقاطعات المعنية. كذلك تود الحكومة
أن تطمئن الرأي العام الوطني والدولي بأن حالة الطوارئ ليست بأي حال فرصة لتقويض حكم القانون في بلادنا. تبذل كل الجهود من أجل ضمان سير هذا الوضع الاستثنائي وفقاً لقوانين الجمهورية، ولن يتم التسامح مع أي عمل تعسفي يمارس ضد حقوق وحريات المواطنين. فرئيس الدولة بشخصه يراقب هذا الوضع. وبالمثل أود أن أشير إلى أن فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة السيد إدريس ديبي تنو قدم تعهدات إضافية حتى لا يعيق هذا الإجراء الاستثنائي العملية الانتخابية، وسيتم التعامل مع الخوف المشروع من خطر الاجتماعات العامة بعناية بالغة، كما يتم وضع شروط أمان وشفافية مثالية للجهات الفاعلة المتنافسة حتى تتمكن من القيام بالدعاية لبرامجها، ويمكن للمرشحين القيام بتنظيم الحملات بحرية وأمان. Des conditions optimales de sécurité et de transparence seront créées pour que les acteurs en compétition fassent valoir leur programme et les candidats puissent battre campagne en toute liberté et en toute sécurité. هذا وقد تطرق الوزير شريف خلال مخاطبته أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية أن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في أواخر عام 2019 بخلاف الادعاءات التي يتم ترويجها من بعض الجهات بعدم تنظيمها. نتابع ما جاء في حديثه. Parlant des élections législatives prévues en 2019, vous aurez aussi remarqué que depuis quelque temps عند الحديث عن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في عام 2019، تلاحظون أيضا أن وتيرة التقدم نحو تنظيم هذه الانتخابات قد تسارعت منذ فترة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة الأجواء السياسية. وبطبيعة الحال يقوم القادة السياسيون برفع المزايدات ويستهدفون الحصول على مكانة سياسية أفضل عشية الانتخابات، إلا أنه ولسوء الحظ ونتيجة لحساباتهم فإن البعض منهم يتيهون ويطالبون بكل شيء في ذات الوقت، وذلك عن طريق الترويج لمعلومات مغلوطة بطريقة ممنهجة. ومهما قلنا فلا حاجة إلى التذكير بأن الجهود المشتركة للحكومة والإطار الوطني للحوار السياسي والجمعية الوطنية قد أتاحت الفرصة لتسجيل تقدم مهم، سواء عبر وضع إطار قانوني أو عبر الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية. من ناحية أخرى بذلت الحكومة جهودا حثيثة لتزويد الإطار الوطني للحوار السياسي واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالوسائل اللازمة للعمل، والتي تأخر تنفيذها بسبب الحوار العسير للغاية داخل المعارضة. ويعود الأمر حاليا إلى الهيئات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات للبدء بتسريع هذه العملية بالقيام بوضع الخرائط الخاصة بالانتخابات ومراجعة القوائم الانتخابية والتوقيت. وبالمثل فقد كرر رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير مع أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإطار الوطني للحوار السياسي استعداده التام لقبول العديد من مطالب المعارضة، فسواء أكان أسلوب التصويت في الانتخابات التشريعية أو الإيداع المطلوب للترشيحات للانتخابات الرئاسية، فقد أيد رئيس الدولة فكرة العودة إلى اقتراح إعادة الأحكام الواردة في قانون الانتخابات السابق. إنه من الأفضل ولأجل إجراء الانتخابات في الوقت المحدد الالتزام بفكرة تنقيح الأحكام المتعلقة بتوقيت استدعاء الناخبين. إن التقدم الذي تم إحرازه في الطريق إلى الانتخابات على الرغم من الصعوبات التي لا حصر لها، وذلك بفضل المشاركة الشخصية لرئيس الدولة في اللحظة المناسبة والحاسمة،
لفتح الأجواء واقتراح عناصر توافقية يجب أن تكون بحق محل تقدير، مثل ما أشاد بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا خلال زيارته الأخيرة إلى أنجمينا بتاريخ 12 سبتمبر الجاري. في سياق هذه المراحل النهائية للعملية الانتخابية، تود الحكومة من خلال صوتي وعبركم أن تطمئن بلدانكم والمنظمات المعنية إلى أن العملية الانتخابية الحالية لا رجعة فيها، وتؤكد من جديد التزامها ببذل كل جهد ممكن لضمان أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها. وللوفاء بهذا الالتزام، تدعو الحكومة المعارضة السياسية التي تسعى لأسباب متعددة وعبر حيل مختلفة إلى التشكيك في العملية وتأخيرها، للانخراط فيها بحسن نية والعمل سويا من أجل تنظيمها. ومن هذا المنظور، فإن تشاد تنتظر دعما كبيرا ومتعدد الأوجه من شركائها الثنائيين والمتعددي الأطراف لأجل تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة. رأس عصر اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين ترأس أعمال الاجتماع المتعلق باعتماد المشروع السنوي الخاص بوزارة الإعلام، حيث حضر الاجتماع مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري والوكالة التشادية للأنباء. تقرير عبد الله هارون برمح. سعيا لتسيير وترقية قطاع الإعلام بصورة جيدة وفقا لبرامج مجموعة دول وسط إفريقيا، جاءت هذه الورشة للاعتماد الداخلي للمشروع السنوي لبرنامج وزارة الإعلام. ومن أجل فحم وتطبيق هذه الاستراتيجية والبرامج الهادفة، قامت وزارة الإعلام باختيار 6 خبراء للمشاركة في هذه الورشة لعرض المشروع الحيوي والناجح بغية الحصول على الإنتاجية والنوعية لترقية أداء قطاع الإعلام. كما أن هذه الاستراتيجية سريعة المفعول في كافة دول وسط إفريقيا لتعزيز وترقية عمل الوزارات، كما وضح الخبراء الجوانب الفنية لبرنامج المشروع وكيفية فحمه وتطبيقه على أرض الواقع. وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين لدى كلمته لافتتاحية الورشة حن على المشاركين في أعمال الورشة الخاصة لدراسة وتطبيق المشروع السنوي لبرنامج الوزارة، والذي يسعى إلى تحسين نوعية العمل الإعلامي لتحقيق الأهداف وفقا لبرامج الوزارة، مناشدا المشاركين بضرورة فحم وتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. إذن هذه ورشة تدريبية وليس اجتماع. استقبل صباح اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دبرني المسؤول الإداري لدى البنك العالمي جان كلود، وتباحث الطرفان مجمل القضايا المتعلقة بالتعاون بين البنك والحكومة التشادية، وكان اللقاء بصالة الاجتماعات الكبرى للوزارة. تقرير الزميل أحمد خميس جمعة. لغرض الوقوف عن كثب للمشاريع الإنمائية المختلفة التي يمولها البنك في البلاد، جاء وفد من البنك العالمي يقوده المسؤول الإداري لدى البنك جان كلود تشاتشوانكا، حيث عقد لقاء مع وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبرانغ، وتناقش الوفد مع الوزير حول العديد من المسائل العالقة بدعم المشاريع الحالية والمستقبلية. هذا وعقب الخروج من المقابلة أوضح المسؤول الإداري لدى البنك للصحافة الوطنية. Je suis effectivement administrateur qui représente le Tchad au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. مسؤول إداري لدى البنك العالمي، أشرف على مشروعات البنك في 23 دولة إفريقية. ابتعثت إلى تشاد لغرض الوقوف مع السلطات والمؤسسات التي يمولها البنك ومعرفة تنفيذ المشاريع، وقد تباحثت مع الوزير حول 4 مواضيع أهمها: مسألة مضاعفة عطاءات البنك الدولي لتشاد بغية تمكينها لتنفيذ مشاريعها الإنمائية بصورة مطلوبة، وتحدثنا أيضا حول مسألة الطاقة، كيفية دعم تشاد لرفع سقف الإنتاج بحيث تكون الإنتاج على قدر كاف لتلبية متطلبات الشركات والسكان، لأن الطاقة تلعب دورا كبيرا في التنمية. وكذلك تحدثنا مع الوزير حول عملية الإصلاحات في ميزانية الدولة، أيضا مسألة تدريب الموارد البشرية. هذه مجمل النقاط التي تناولناها في هذا اللقاء. للتذكير، يعتبر البنك العالمي شريكا رئيسيا للبلاد في عملية التنمية.
قدمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية كمية من الأدوية إلى وزارة الصحة العامة بحضور وزير الصحة البروفيسور محمود يوسف خيال وعدد من المدراء والعاملين بالوزارة. وكانت المناسبة بمستودع الأدوية المركزي، حيث تقدم هذه الأدوية لأربع مستشفيات كبرى بالعاصمة أنجمينة. تقرير خليل حسن صالح. يستقبل مستودع الأدوية المركزي كمية كبيرة من الأدوية مقدمة من هيئة الإغاثة الإسلامية، حيث يتم توزيعها إلى أربع مستشفيات بالعاصمة أنجمينة، كما خصصت كمية أخرى إلى المناطق المتضررة من الأمطار. مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية بتشاد أحمد بن حماد قال إنهم يعملون على دعم الحكومة التشادية عبر تقديم هذه الأدوية لإنقاذ المتضررين. هذا الدعم لوزارة الصحة هو عبارة عن يعني شحنة أدوية من الإغاثة الإسلامية فرع أمريكا، وهو بارتنر، هو يعني شريك، ليس يعني جزء من التابع، ليس تابع للإغاثة الإسلامية حول العالم، لكنه بارتنر شريك يمول لها بعض المشاريع وكذلك بعض المساعدات العينية. أما وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال فقد شكر الهيئة على دعمها المتواصل لقطاع الصحة. الدعم بعد ما نحن لقيناه باقي أكثر من 12 طن أدينا للكوارث، الكوارث اللي حصلت في تشاد. المستشفيات الأربعة ياهو اللي بيقولوا مستشفى شين تايشين ومستشفى موديرنا ومستشفى الكبير ومستشفى المرء أنفان. هذه الكمية ستخفف من معاناة المرضى وتزيد من فرص الحصول على الأدوية بسهولة وبأسعار منخفضة. نظمت وزارة العدل بتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للمتحدة دورة تدريبية حول مكافحة العنف والتعذيب أثناء التحقيق لصالح عدد من الضباط وقوات الأمن والدفاع. ترأس المناسبة المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان. جرت المناسبة بمركز بكرة. تقرير أميرة سعيد محمد. تعد تشاد من ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة التعذيب، لذا نظمت هذه الورشة التدريبية لصالح رجال الشرطة والأمن، والتي تهدف للمحافظة على حقوق وسلامة المواطنين. ناس كتير يا مادة بشكو من مشاكل في الكوميساريا وفي البريغاد، بيقولوا بدقوم وبعذبوهم وكده، ودهني من مسؤوليه انا الحكومه عشان تقوم بجهودها وتعاون الشعب والقوات كلها، عشان القوات الشرطة والقوات الدرك الوطني ده كلهم يعني ناس حكومة، وواجب أن حكومة يقوم بخدمتها عشان يوعيهم. ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان في تشاد ناندولي كومي إيمانويل قال لقد تم إدراج حقوق الإنسان كحقوق أساسية في تشاد، وتعتبر هذه الورشة كتطبيق للاتفاقية الموقعة لمناهضة التعذيب. أما من جانبه المدير العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان ماجي تانجي ترهاغرا قدم شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة، مؤكدا إن مسألة التعذيب أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع الدولي وتشاد كغيرها من الدول الموقعة على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة التعذيب، ويعتبر هذا العمل من ضمن سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المتعلقة بحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم. تفقد الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـMPS بولاية مايوك بشرق المقر الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذي هو في قيد التشييد، وقد رافق الأمين العام الولائي بعض مساعديه في المكتب. تقرير حسن جد عمر. كما أشار ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لهذا المشروع بأن الشركة عازمة لإنهاء هذا المشروع في الوقت المحدد له،
الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية مايوكبي شرق لسادي عبد البنات أشاد بما توصلت إليه الشركة من عمل، وأكد بأن هذا المبنى في القريب العاجل سيحتضن جميع الأنشطة السياسية التي يقيمها الحزب، وللاستعداد للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة دعا لسادي جميع المناضلين بالولاية للعمل كرجل واحد لكي يحقق الحزب نتائج مرضية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أطلق يوم أمس الأمين العام لولاية إنيدي شرق نشاطات اللجنة الولائية المكلفة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية، وبهذه المناسبة قدم الأمين العام خطابا تطرق من خلاله عن دور هذه اللجنة. نتابع ما جاء في حديثي بترجمة زميل زكريا يحيى زكريا. La mise sur pied de ce comité cadre parfaitement avec la politique de monsieur le président de la إن إنشاء هذا الإطار يتوافق مع سياسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في جعل تشاد دولة مزدهرة من هنا مطلع 2030، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 527 الصادر في مارس 2014 القاضي بإنشاء لجنة لمكافحة الأزمات والكوارث الطبيعية. على ضوء ذلك فلقد تم وضع لجنة ولائية للعمل بولاية إنيدي الشرق، وهي إطار للتشاور بين المسؤولين الفنيين والشيوخ التقليديين والعاملين في القطاع العام والخاص. مهمتها مراجعة الاحتياجات على المستوى الولائي واقتراح توجيهات مهمة لمتابعة العمل، اعتماد خطط عمل ولائية للتوجيه والبرمجة، جمع وتحليل وإنشاء بيانات للأمن الغذائي ورفع تقرير شهري حول الأمن الغذائي بالولاية، التنسيق ووضع برنامج لترقية القطاع الريفي، علما بأنه تم وضع هذا الإطار نظرا لاستقبال ولاية إنيدي الشرق لعدد كبير من اللاجئين بأراضيها، مما أثر ذلك على الأمن الغذائي بالمنطقة. لذلك أدعوكم جميعا وأدعو الشركاء الفنيين والماليين تضافر الجهود والعمل معا من أجل إنجاح هذه المهمة، وأشكركم. afin qu'il mène bien ses activités. Je vous remercie de votre aimable attention. قدمت رئيسة المجلس الوطني للمعماريين التشاديين حديثا صحفيا تطرقت فيها أهداف المجلس وتعريف للرأي الوطني بميلاد مجلس وطني جديد للمعماريين التشاديين بمرسوم رئاسي رقم 698، والقاضي بالسماح والتصريح للمجلس بالعمل في كافة الأراضي الجمهورية. نتابع ما جاء في حديثها رئيسة المجلس حياة عبد الكريم. فقد قرر المجلس الوطني للمهندسين المعماريين التشاديين بأن المجلس مكلف ببعثة وطنية تقوم بتنظيم ممارسة مهنة المعماريين في البناء والتأمير، وعليه فإن المجلس يدعو كل هيئة أو جهة أو شخص بعينه أن ينضم ويعمل تحت سقف المجلس الوطني للمعماريين، وإلا سيتخذ المجلس الإجراء الإداري اللازم لكل من يعمل دون تصريح أو إذن من الجهة المقولة، سيكون أرضة لمقاضاة أمام المحكمة ويحاسب وفق القوانين المعمول بها. لذا يقدر المجلس كل الجهات المسؤولة الإدارية والقضائية لمتابعة ومحاكمة المخالفين لقوانين المجلس الوطني للمعماريين التشاديين، وأي جهة أجنبية يريد ممارسة الهندسة المعمارية عليه القيام بتسجيله في المجلس، ويشترط عليه أن تمثيل أحد المهندسين المعماريين التشاديين تحت رعايته، ويفرض بالضرورة هذا المهندس المعماري يكون عضوا مسجلا في النظام المجلس الوطني للمعماريين التشاديين. أطلق صباح اليوم المندوب الإداري لبلدية الدائرة الأولى أطلق الحملة التي نظمتها جمعية تنمية حارة مجروية بالدائرة الأولى، والتي تهدف إلى غرس أشجار في الدائرة الأولى. تقرير آدم حسن سيار وقراءة عائشة أحمد دكي. أملا في توفير مناخ ملائم في فناء هذا المستشفى، جاءت بادرة غرس عدد من الشتلات بالساحة العامة بمستشفى فرشاب بحي زراف بالدائرة الأولى، وذلك من قبل أعضاء الجمعية من أجل تنمية ماجرويا النظيفة بالتنسيق مع جمعية الشباب المشترك من أجل التنمية. وأثناء ذلك تحدث رئيس الجمعية عن الهدف من هذه البادرة. في كلام هنا ديزرتيفيكاسيون ده أننا كمان أسسنا هنا في محلنا، أي زول كان في محلة كان تيرب ده
الديزرتيفيكاسيون ان شاء الله ينتهي والهبيتال كله شادر ما عنده مين بكان هذا الاخرين ده كله فكرنا هنا عشان نبدو من هنا والشادر يقوم من هنا احسن من الديزرتيفيكاسيون. من جانبه المدير العام للمستشفى شكر أعضاء الجمعية على هذه الخطوة النبيلة والطيبة، بحيث أن غرس هذه الشتلات يعد جزءا أساسيا من محافظة البيئة التي يحتاجها الإنسان. أما المندوب الإداري للدائرة الأولى ممثلا للأمدة أوضح في حديثه أن هذه الشتلات تحتاج إلى الرعاية الجيدة، بحيث أن المريض يحتاج إلى استنشاق هواء نقي. هذا ونشير إلى أن الأشجار هي من المكونات التي ترتكز عليها الأنظمة البيئية. بعض الأسواق في العاصمة تواجه بعض الإشكاليات في موسم الخريف، وحول هذه الإشكاليات تجول زميل حسن محمد إدريس في بعض الأسواق وعد لنا هذا التقرير. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، الحديث هنا حول ظاهرة تراكم الأوساخ في بعض أسواق العاصمة الجمينة. فالسوق المركزي يعاني بشكل كبير من مشكلة الأوساخ حتى في المدخل نفسه، هو الأمر الذي أصبح صعبا لدى كثير من الناس ونبرت اتهاماته تزداد حدة. وبحسب المصادر أن بعض سكان الحارة المجاورة للسوق يرمون النفايات في الممرات الرئيسة لهذا السوق كما يلاحظ في المشهد. ما نسنا سوق كامل يا جاي جو سالتنا بكان ويدا أنا هيل بس جاي مرغو أنينا بكان ويك سا أربعة أكتر بيلا أنا بكان ويدا نيجو أنا نسكادر أنا نيجو فيسو نيجو أنا نالجو إيش دول أي كمان ودماي فارو أنا شنو شنو يني كل نالجو أم زجون نقوله سالتنا في وشرا كبيرة دائما أنا مامعا أكذب أنا جاي أورغال بتر أنا نشود أورغان سو سالت وسالتنا ما أنا نجاي جبرة في وش نسنا لبال وش جنور ما يانتم يا توك دول يسبو فوق سالتنا وقت كان وشرا نال ندافع ماشرا هما يسبو فوق الدم يسو. بنفس الدرجة التي يعاني منها السوق المركزي، سوق القلة أيضا ظل يعاني بشكل مستمر من تراكم الأوساق في الطرقات والمحلات التجارية. الخطة التي وضعتها البلدية لتنظيم الأسواق التي تصادف يوم السبت من كل أسبوع وهي الأخرى ساعدت المعنيين في عملية النظافة. أما مسؤول فريق النظافة بسوق الغلة أكد بأنهم على مستوى إدارة السوق قد وضعوا برنامجا لنظافة السوق وإزالة الأوساخ. عندنا في السوق عندنا دليقة جايدين، الدليقات دول كلمناهم قول لهم هل يهدوا للتجار أي زول فتجلو الباك الوردير الباسين سخر بخطة كان باك الوردير ما لقى كل باسين سخر بخطة قدامه. حتى الآن كان أني نجينا نقوم الوساخة ذا بيساعدنا دا الوسخ ما بقت بقدام حتى تشيفة قدام الأمين اللي بتشكم القدارات دا الوسخ قدامه متلقاه ويري تلوم وتقطة قدامه تقول قال ميري قاد بيجي بخمه وهي ما نظفتها بكانا الواجب يساوق منا ربرك فراس الوسق وبشيل الوسق ده. سوق الدنبي هو الآقر، حالته لا تختلف عن الأسواق التي تعاني من هذه الأوساخ. فنظافة المحلات التجارية مسؤولية تقع على عاتق البلدية والتجار، كما يجب على المعنيين القيام بواجبهم بغية جعل الأماكن التجارية خالية من الأوساخ حتى تعطي الأسواق منظرا جميلا يجذب جميع الرواد. ترأس مساء أمس الأمين العام للكنيسة الإنجيلية أعمال المؤتمر الدولي لأتباع الكنيسة الإنجيلية التي نظمت لصالح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4 سنوات إلى 14 عاما. جرت المناسبة بكنيسة بون نوفيل. تقرير عائشة أحمد توكي. بهذه الترانيم والصلوات التي تدعو إلى تكوين جيل ناشئ وبناء مجتمع يتحلى بقيم نبيلة متمسكة بأخلاقيات إنسانية، استهل أعمال المؤتمر الدولي الذي نظم لصالح الأطفال من عمر 4 إلى 14 عاما التابعين للكنيسة الإنجيلية، وذلك بهدف حث أولياء الأمور بمسؤوليتهم تجاه أطفالهم. في كلمة البدء التي قدمتها المنسقة المكلفة بتنظيم هذا المؤتمر كود كاو غراس،
تناول الشيئا من شعار هذا المؤتمر والذي يقول الأطفال بحاجة إلى تغذية روحية، الأمر الذي يحث الآباء على القيام بدورهم في التنشئة الاجتماعية الصحيحة، وأن مستقبل الكنيسة مرهون بهذه الفئة الأمرية، ومن ثم تبعها في الحديث مسهل الديانة المسيحية بدول إفريقيا الفرنكوفونية جوناس روبير، الذي قال بأن هذا المؤتمر هو نداء لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع يتصف بقيم رفيعة ونبذ العادات السيئة التي يتخلق بها بعض من الناس. في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأمين العام للكنائس الإنجيلية في تشاد باتين كالجي، رحب فيها بالحضور والوفد المشارك من داخل البلاد وخارجها، وأوضح بأن الأطفال هم هبة من الله إلى الأسرة والمجتمع الذي يولد فيه، وأن البلاد تتميز بنسبة عالية من الشباب، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 25% من جملة السكان، وهذا يستدعي مضاعفة الجهود ووضع النقاط على الحروف بغية تغيير سلوكيات هؤلاء الأطفال. يذكر بأن هذا المؤتمر يشارك فيه وفود من دولة بوركينا فاسو وساحل الآج والبنين ودولة الكاميرون وإفريقيا الوسطى ومالي، وكذا من مدينة نيويورك الأمريكية ومن مختلف ولايات البلاد. إذن هذا كل ما لدينا على التسعة من أخبار محلية، نشكركم على طيب الانتباه المتابعة، نلقاكم دمتم في أمان الله، السلام عليكم.